السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا في جديد وحلقة جديدة عن اللعبة الخرافية المسيطرة لحد الآن على الترند العالمي. ما نزلت من الترند لحد الآن اللعبة فورتنايت. الجيم بلاي باتل رويال، اللعبة الخرافية جدا، مو متحمل اللعبة بس بجد اللعبة جدا خرافية. المهم هذا الفيديو أنا جبت فيها بالختلات خرافية جدا من بارحة، ما بعرف شلون البتاع فرط طلع هيك فرط طلعة، ايش السبب شو القصة ما بعرف، كان اللعبه دواء او تحسنت ما بعرف. المهم طبعا هذا الفيديو رح تشوفوا الاول هو من سيرفر شرق الاوسط وبعدين حولت رجعت على اوروبي صرت العب، يعني حتشوفوا عدد قتلات خرافي جدا رقم كبير. انا شلون جبته ما بعرف، لانه باخر تيزا حسب ما قرات انه صار اللاعب مع مستوى يلعب، وانا ما شاء الله ليفل الحساب كبير عالي، انا عم بلعب مع ناس مستويات وبنزل مع ناس جلاد يا ربنا، شو اللي صار ما بعرف، صرت اجيب عدد قلة جدا عالي. المهم رح عليكم الفيديو، مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو. طبعا معلومة جدا مهمة، اللي كان امبارح متابعنا على البث المباشر هذا الملخص تبع بث امبارحة، طبعا اذا ما كنت مع حضران البث ممكن تشوف الملخص تبع امبارحة، واذا بدك تحب تشوف البث انت بشكل مستمر تابعنا على الفيسبوك، رابط الصفحة تحت صندوق الوصف وراح يطلع قدامك على الشاشة شوي كمان. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، اهم من اشي لايك لانه هذا الشيء بحمسني، والاشتراك بيدعمني بيخلي القناة تكبر، والتعليق بخليني بحسسني انه في ناس فعلا عم تلتمس الابداع والعذاب اللي انا عم بتعذبه، حتى لو كلمة شكرا او حتى اشارة قلب اذا ما عندك كلام تحكي. المهم ان اشوفك فعلا عم بتعلق، فعلا انك عم بتشوف الفيديو من مشتركين وليس من الناس عم بيجاني من المقترحات او اللي عم بيكون بالاوتوماتيك عم يشتغل الفيديو بالمشاهدة التالية رح عم يشتغل الفيديو. هذا الشيء بحمسني بجد وخليني انه فعلا اعرف انه في ناس متابعتني، ممكن يقولوا فورتنايت بيبي جيمز في انصار بسموكم انصاري. المهم ولا تنسى كمان الكود S70 اذا تحب تستخدمه، استخدمه ما تحب تستخدمه ما في مشكله، بس اهم شيء التعليق بحفزني كثير. وبالنسبه للي عم بيسالني عن طور الزومبي ودائما بيسال عن طور الزومبي، ليش ما بنزل فيديوهات عن طور الزومبي؟ ان شاء الله فيديو بكره رح يكون عن طور الزومبي، رح احكي لكم شو هي الشغلات الجديده موجوده بطور الزومبي وشو هي الاسباب اللي انا ما بنزل عن طور الزومبي. مشاهدة ممتعة على نهاية الفيديو، لا تنسى مثل ما قلت لكم لايك والاشتراك. ماشي جبنا سنايبر تشتوت يوني يا اوه هذا ماما نيجن ولو منهزم شو وين الاي ار؟ بديش اسمه، بدي اس ام جي ما بدي اي ار. في حدا عبايش حدا بالباص قتلته حسب لي ثلاث جلال ويني هون ليش؟ We will.
على شرف الليزر يا زلمة. يا عمي لو ما في موارد الليزر شغلت علي قطعت له الفيو قتلوه كمان قتلوا الليزر. أنا طلع من وراك من وراك. تعال تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون. الله من اللي ريفايف على السريع. رو 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 حلو يطلعنا توب 5 تمام تمام طلعنا توب 1 بس ها في واحد في واحد هون في واحد هون تعال تعال في واحد هون تعال في هون اثنين ولا واحد يا الله على هدول البالكين يضربوا من اخر الدنيا ما لهم ام سالفه الحكاية أو أنت تركك المرة. لسه عايشين اثنين انتو. فكر تقلو إياها يعني. يا حرام حبيبي فادنا ناقص طول لي بالك ابن الحرام كيف جابه يا حرام دمرت قالوا لي هدول قتلوا كمو هدول قتلوا كمو وين راحت رجعت لك انا ما عم بس اتفرج عليك عم اتفرج على الجحاش قتلت لك يوم ربك خمس كرتي طول بالك بس تخلى خمس كرتك بالكرت ثواني خمسة أربعة ثلاثة اثنين وينو؟ صح لك وينو؟ عندك انا والله عندك بالبيت ايوه الواحد انا لعب حطوني عادي هاي قتلت لك يا كله بعليب بقتله بقتله بطول بالك
لا تنزلوا ها. لا لا كل هذا مش تموت تنزلوني. في ناس طلعوا طلعوا عنده على الدرج. من الحين ما أنا طالع. كنسل كنسل ورانا 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 اجا سكواده كله انا عندي ون واحد ايه هني هدول قلومي تالي طلع الله الحول طلع عند حبوب اثنين تانين وات فوقو محلنا طبعا تطلعي ماما على اللانش باد انا متت نعم على الرطبة اعطيني اللانش يا الله على غلطتك اعطيني المتكت عن شرفك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.